قناه سوكاديليس. اليوم غادي نحضروا تحليه ديال الاوريو، كتجي بنينه وكتجي في الطبقات ديالها متناسقه. غادي نشوفوا معايا دابا المقادير والطريقه ديال التحضير. في المقادير غادي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، وعندنا 4 ديال الكيري، تقدروا تعوضوه بالجبن اي جبن عندكم. وعندنا هنا جوج فاني، عندنا هنا اوريو، وعندنا هنا نص كاس ديال السنيده، جوج معالق ديال الزبده. هنا عندنا جوج معالق ديال النشا وجوج معالق ديال الدقيق. هنا ضفنا جوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الدقيق وجوج معالق ديال النشا، وغادي نبقاو محركين هكا حتى كينسجم لينا كلشي، ما يبقاش هذوك التكتلات. وغادي نبداو نضيفوا الحليب بشويه بشويه. من بعد غادي نزيدو فاني جوج، غنبقاو مستمرين في التحريك. وغادي نزيدو نص كاس ديال السنيده. من بعد غادي نضيفو 4 كيري. كتعطيها واحد القوام كريمي. من بعد غادي نشدو هاد الخليط ديالنا، غادي نخليو، غادي ناخدو النص ديالو غادي نديروه بأوريو بهذا الشكل هذا، والنص الثاني غنخليوه عادي بفاني. غادي نشدو أوريو اللي ديجا طحنا، نديرو هكا في الكويسات. من بعد ما درنا أوريو في الفيغين ديالنا، غادي نديرو هاد أوريو هنايا. وغادي نحركو مزيان هكا. وهذا خليناه بفاني، هذا درنا بنكهة الأوريو. وغادي نبداو نخوي هكا بشوية. كندخلوهم يبردو شويه عاد باش كنزيدو الطبقه الثانيه ديال الفاني. كنزيدو هاد الطبقه ديال الفاني. من بعد غادي ندخلوهم يبردو في الثلاجه شويه عاد باش غادي نطلقوا في التقديم. المهم بلات من بعد ما بردوا لنا لي فيغين ديالنا، غادي نزيدو عليهم الطبقه الاخرى الشوكولا. هنا درت عندي درت دانيت ودرت شوكولا اولي، اي شوكولا اولي هذا انا اختاريت ديال اوريو. من بعد ما درنا الطبقه الاخرى ديال الشوكولا نتلاقاو في التقديم. هادو هما لي فيغين ديالنا من بعد ما بردو لينا، كنزينوهم على هذا الشكل بقطع ديال الاوريو من الفوق، كيجيو رائعين، كتجي بنينه هاد التحليه. كنتمنى تجربوها. نتلاقاو فيديو جاي.